إذا أنت تخطط في الاستقلال ودخول عالم المبادرة وريادة الأعمال، فاعلم أن الطريق ليست سهلة. لذلك لقد جهزت لك 6 معلومات مهمة عليك معرفتها لتسهل عليك النجاح بطريقك واتخاذ القرارات الصحيحة. المعلومة الأولى هي الحرية ثمينة وتأتي بسعر. عندما تصبح رئيسا لنفسك، لا أحد سيخبرك ماذا وكيف تفعل شيئا. هذه ناحية الجزء الأكثر تحررا، ولكن من ناحية أخرى الجزء الأكثر رعبا. الكثير من الأشخاص تخاف من اتخاذ قرارات بنفسها. إذا أنت تريد أن تكون مبادر، يتطلب منك قدرا كبيرا من القوة الذهنية والقدرة على التكيف مع التحديات الغير متوقعة. اترك إحساسك بالأمان وراءك، ولا تحبس نفسك في منطقة الراحة الخاصة بك السيفتي زون. تعامل مع المخاوف والإيمان بالطموحات، وتجرأ على بناء شيء لم يتم بناؤه من قبل ويحل مشكلة لعدد كبير من الجمهور. المعلومة الثانية، المستثمرين وأصحاب المشاريع يختاروا الشخص قبل أن يختاروا المشروع. الموضوع هنا ليس كم من الوقت أنت موجود بالمجال، وإنما كيف أنت تتأقلم مع السوق ومدى قدرتك في ملائمة نفسك مع التغييرات والتحديثات التي تحصل بشكل مستمر في زماننا هذا. المبادر يتمتع بصفات الابتكار المستمرة في خلق أشياء جديدة لم تكن بالسابق، والإصرار على النجاح دون التوقف للحظة. المعلومة الثالثة هي، كلما كبر نجاحك كبرت خيبة أملك من الآخرين. كلما زاد نجاحك سيكون هناك عدد أقل من الناس الذي سيحبونك. لسوء الحظ هذه هي الحقيقة، لكن من المهم أن نتذكر أن الناس يشعروا بالغيرة، وهذا طبيعي لأن هذا ما تعلمناه من الطفولة. اعتبره كمديح وتحفيز لك، وسوف تعرف مع كل غيرة ستكون شرارة للإلهام لك. خصوصا في مثل هذه اللحظات عليك بذل جهد أكثر، لأن أيضا هنالك أشخاص آخرين أنت تلهمهم. المعلومة الرابعة هي، العلاقات والأعمال هي نفس الشيء. جميع الدراسات تثبت أن جودة حياتنا وبيئة المبادرة تعتمد على جودة علاقتنا الاجتماعية. في الواقع كل شيء يدور حول الناس والأشخاص الذي نعمل معهم بانتظام، أي الموظفون أو الزملاء، الأسرة، الأصدقاء، وأيضا الجمهور المستهدف الذي نحل مشاكلهم. هؤلاء يلعبون دور أساسي في نجاح أي مشروع. لذلك إذا كنت تريد قضاء الوقت مع أشخاص، من المفضل أن تختارهم بشكل صحيح. المعلومة الخامسة هي، وهم الكمال. عندما بدء العمل على منتج أو خدمة أو محاضرة معينة، سنحاول قدر الإمكان أن تكون كاملة ومتكاملة، ولكن بالحقيقة لن نصل لمرحلة الكمال من البداية، وبالتالي نؤجل خدماتنا أو منتجاتنا حتى نتأكد من اكتمال مشروعنا، وهذا خطأ. إذا لم نبدأ مباشرة لن نعرف عيوب خدماتنا أو منتجاتنا. لذلك لا تحاولوا أن تجعلوا كل شيء كامل ومتكامل، فقط من خلال العمل والتحسين سنجعل خدماتنا ومنتجاتنا كاملة. المعلومة السادسة، عملك سيتطور فقط عندما تطور نفسك. تبدو أن ريادة الأعمال والمبادرة مكونة من 50% مهارات تقنية و 50% مهارات عقلية. بغض النظر عن عدد خطط العمل التي بنيتها أو المبادرات التي شاركت بها، تطوير الأعمال ليس بالضرورة سيجلب لك التنمية الشخصية الخاصة بك، ولكن التطور الشخصي سيجلب معه تطوير الأعمال. لذلك خلال استثمار وقتك وطاقتك ومالك لتطوير مشاريعك، لا تنسى الاستثمار في الشخص الذي يدير المشروع، وهو أنت. بالنجاح للجميع.